اتخذ. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. معلش يا عم الشيخ، ممكن سؤال؟ اتفضل. أنا اتفرجت على فيديو حضرتك اللي هو بتاع الذنوب المتعلقة بالعباد يعني. أيوه نعم. طب المفروض الواحد يعمل إيه في اللي فات قبل كده؟ إن شاء الله اللي جاي إحنا، أنا عارف إن شاء الله أعمل في، إنما اللي فات بقى. اللي فات عليك فلوس لناس سرقت من الناس يا جلال؟ لا الحمد لله لا، بس كنت ممكن كنت رخم شوية. كنت رخم شوية؟ استغفر لهم، استغفر لهم وادعو الله لهم بس. ما انا ما اعرفهمش يعني، انا بتكلم. طيب قل اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لمن ظلمتهم، بس المشكلة. ربنا يخليك يا عم الشيخ. وياك وعلى سلامة.